عمرك تشوفوا يلاك طيبوا هنايا في الكرش. السلام عليكم اصدقائي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده يا ربي. المهم غدا دابا عند واحد الفلاح غادي نشري من عنده بطاطا، حقاش دابا هذا هو الوقت ديال فين غادي نزرعوا بطاطا والبصله في البحيره ديالي، وغادي نتقاسم معاكم. ايوا قلت دابا غادي نديكم معايا حتى لعند الفلاح ناخذوا بطاطا، غادي نوريكم هذيك البطاطا اللي كنزرعوا كيفاش دايره، ومن بعد ان شاء الله غادي نديكم البحيره لانني ماشي انا هذا العام اللي غادي نزرعها، لانني كاينه هنايا في اسبانيا ما غاديش نمشي للبرتغال، ولكن بعد ملي غادي نمشيو للبحيره ان شاء الله غادي ديك الساعه غادي نتقاسم معاكم نشوفوا ما شنو داروا تماك راجلي وواحد الخدام وداكشي، شوفوا ما شنو داروا. ودابا قلت علاش لا ما غاديش نديكم معايا من هنايا، وغادي نوريكم ان شاء الله من بعد البحيره كيفاش. هذا هو التوقيت دابا هي فين كنديروا كما قلت لكم في الاول، هي فين كنديروا البصله والبر والبطاطا وكل شيء. غادي نديكم حتى للبحيره غادي تشوفوا ان شاء الله، ويلا بينا اللي نوصلوا للبحيره غادي نقول لكم ان شاء الله شحال ديال من كيلو ديال البطاطا غادي نزرعوا، وشحال من نقله ديال البصله غادي نزرعوا، شحال من نقله ديال البر والكرم وكاع داكشي اللي السبانيخ وشويه درت دابا شويه ديال النعناع هاد المره والشيفا، وغادي نتقاسم معكم كل شيء ان شاء الله الرحمن الرحيم. كنت من شحال هادي مع دابا شي عام ونص باش تقاسمت معكم الطريقه كيفاش كنزرعوا بطاطا وكيفاش نديروها في الارض كيفاش تنحفروا ليها وداكشي. ودابا قلت غادي نمشي لعند السيد شاريه من عنده واحد جوج خنشات ديال النقله ديال البطاطا، وقال لي جي ليها وغادي نمشي وغادي نديكم معايا حتى لعند الفلاح. يلا وي وصلنا، ندخلكم عند الفلاح. ها هو شوفوا شنو تيبيع، الورد 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 جميل، يبيع كل شيء. هانتوما انطونيو تو باس على اليوتيوب ايه هلا تابوني فاموسو او اي. هانتوما شوفوا المهم راه كنهضر معاه. ها هو هيا هانتوما اللي كيبيع، كيبيع الخضره كيبيع الفواكه كلشي. غندخلكم حتى لهنا، دابا مع كورونا هاد البلاصه كانت مفتوحه، ولكن مع كورونا هانتوما ها البطاطا شفتوا، ها البطاطا ها هو كيبيع كلشي ما شاء الله خيرات سيدي ربي. شوفوا الجلبانه والقرعه والخضره وما شاء الله. دركا غندي شويه ديال الخضره معايا، هادشي كيشهي. هانتوما بطاطاس من هنايا كيبيعوا بطاطا الا بغيتي الماكله والنقله، عاود كلشي البلاصه ديال النقله. هانتوما الناس كيديو من عنده، هانتوما شوف كيديو من عنده غير بالخناشي. هادي هي النقله، وغادي نقول لكم كل وحده. ها هو غادي يدي لي الخنشات حتى الطوموبيل. يلا ونمشيو وفامو كي نوفامو. هلا ترويغو هم لا فون بصيو شفتي الاداب. ها هو غادي يدي لي الطوموبيل. ها كي انطونيو البيجو الروخو صافي. ها هي البطاطا ديالي، نمشيو يلا صافي. خديت البطاطا دارها ليا في الكوف ديال الطوموبيل، وخديت من عنده شويه ديال الخضره. انا غنوصل للدار وغادي نوريها لكم واحد الخضره يا سلام، ولقيت عنده واحد الفول كيدير واحد الفلفله وداكشي، وخديت من عنده شويه شويه على قدي. عندي الخضره غير ديك الريحه ديال الخضره، صدقت نقات الخضره دوبل. وغادي دابا نوصل للدار غادي نوريكم ان شاء الله اسميتو شويه ديال الخضره اللي انا خديت على قدي، زائد الثلاجه عندي عامره بالخضره، وحنا غير ثلاثه ديال الناس على ديك الريحه. الريحه عرفتي عنده كلشي طبيعي، داكشي كلشي مزيان، والريحه ديال الخضره والفول. الفول غندير به الزعلوك، وغادي نتقاسم معاكم الفول ديال الزعلوك كبير. والمهم وغادي نمشيو دابا من بعد ملي غادي نمشيو للبرتغال غادي نديكم البحيره. هنايا كوتي كنحيدو الربيع، راه هو غرسناها ياك، ودابا غادي نحيدو شويه ديال الربيع، خاصنا نقشوها. انا غادي نقرب لكم الكاميرا. درنا شويه ديال البصله، شويه ديال الفلفله، شويه ديال القرعه، شويه ديال الخس. انا غادي ندير لكم دويره باش تشوفوا المزروعات، نقربكم لهنايا. دابا غادي نقشو شويه، نقيو شويه ديال الربيع، حقاش ضروري خاصنا نقيو الربيع كل سيمانه. هذا الربيع اللي كاين خصنا نقتلوه ما يجيش. المهم هانتوما معانا،
صغارات. البصله كيديروا جوج ديال البصله، وحده من هنا وحده من هنا. اللي بغى يجي يعاونني مرحبا. انا غادي نقربكم حتى تشوفوا شنو درنا. سكوتشا اكين وين هذا جولا في تاونو. ولا عنده شي فلاحه ولا اش ديري تما صديقه؟ كربل يلا كربل. تنقي شويه لحقاش اليوم عندي اسميتو عيان، راجلي عيان شويه. قربتكم لهنايا ها نتوما شوفوا ها البصله اللي انا وريتكم. غادي تشوفوها ان شاء الله، غادي نتقاسم معاكم هذه في الاول وفي النص. غادي تشوفوا هذا هما النقله اللي شرينا، ها هي شويه. المهم هاكم اللي كاينو د الربيع ضروري خصنا نكربلوها. ها نتوما ديال البحيره ديالنا درناها، مازال ما درناش في اتجاه الاخر، راه باقي خاوي. اش بغيت؟ فيناي هنايا، ها انت هنايا، هنايا خوتي هنايا. درنا شويه ديال الدلاح، هذا الدلاح هذا شفتو ها هو. هذه كلها دلاح، بعض الاحيان كيصدق يجي كبير، بعض الاحيان كيجي غير صغير، داكشي على حسب الجو. واخا حنا كنتهلاو فيه والماء وداكشي كله، ولكن على حسب الجو. هانتوما هذا الخص، اكشتون يا خوتي، انا عز عليا الخص كتعطي لي جارتي ملي ما كنكونش دايره، كتعطي لي هي. هانتوما بغيت نتقاسم معكم هذا الخص. هو ما شاء الله ما شاء الله زوين، فيه بزاف ديال الفيتامينات. هذه هنايا هي القرعه، القرعه الحمراء، القرعه الحمراء ديك اللي كتباع هنايا، اللي كتباع بجوج اورو، ديك الصغيوره. هذيك القرعه كتخزن العام كامل وما كتخسرش. وصافي هاد البحيره دابا خصنا هنايا مطيشه والبصله. ما شاء الله البصله كنعطيو منها الحباب، راه ما كنبيعو ما والو، كنعطيو منها الحباب وكناكلو العام كامل، ما نشروش البصله لحقاش. راه كاينين الخضره اللي الوقت ديالها. دابا نوريكم، ندخل لكم الداخل تشوفوا البصله ديال العام اللي فات راه باقا عندي. ها انتم هادشي اللي كاين. هنا نتقاسمو معاكم البحيره وصافي. اشنو اشنو ايوا صافي، دابا غادي نعبدو نجنيو في الدلاح وصافي. ايوا تبارك الله ما شاء الله. ما حنا كنفلحوا البصله العام كامل، هي هذه ديال العام كامل، هي باقا مزيانه. كاينه اللي نبتات ولكن كاينه اللي مازال واخا هادو منبتين، راه كاين اللي فيه الوسط ديال الصنادق، كاين اللي فيهم باقا مزيانه بحال هذه، يعني بلا ما يحتاج الواحد. علاش حنا كنديروا البصله ديال العام كامل؟ هذه هي النقله، وغادي نقول لكم كل وحده. هانتوما هذه القرعه شفتوها، هذه هي
القرعه ها هي هذه الفلفله انتما شفتي يبيعوا هذاك التراب ديال سميتو هذه الفلفله كلها تصف هذا الفلفله شفتوا هذه المطيشه هاي طماطم الفلفله كياخذوها الناس بزاف المطيشه راه فيها الانواع هذه دابا نوع وهذه نوع هذه النقله هانتوما شوفوا ها البصله هنايا كيبيع اللي بغاها حبوب الخس حتى هويا الخس جوج ديال الانواع هما اللي كاينين عنده راه كاين بزاف ديال الانواع هذه هي النقله ديال البصله اللي حنا خدينا ها هي شفتوها ما نعرفش شحال القبطه مازال ما سولتش مسيو الراجل ديالي نقول له شحال باش خديتيها انتما هذه الفلفله هم دايرين عليها الصوره دابا هذا عاد عرفتوا هذا الخيار شفتوا ها هو وانا كنقول شنو هو هذا بان لي بحال هكا مع شويه الظلمه في الحانوت هذا الخيار كل حاجه كيحطوا عندها الصوره ديالها هذه هي الفلفله الحمراء هذه راها الباربا شفتوها الباربا سميتها ريمولاتشا بالنسبه ليونيا بالبرتغاليه عندها اسم خر ناخذ شويه شويه ان شاء الله في كل وقت غناخذ شويه حقاش هذا هو الوقت ديال الزرع هنايا كاين الكرم كاين خيزو وكاين شيفلور وكاين البروكولي وكاين مطيشه شيري حتى هي هادو هما النقلات هكا كيديروا ما تيديرهم فهاد الكارط فهاد الصنادق هادو اللي ديال الفرشي دابا هنايا واخا يبقى عنده مع شهرين ثلاثه وهو بحال هكا غادي يعطيه الماء وصافي هذا واحد النوع من الكرم اللي هو ما كاينوش كرم مدير ما كاينوش كرم مكور كاينو ورق هذا حلو اخوتي هذا راه زوين بزاف هذا هو اللي قلت لكم انايا راه كيضعف راه زوين بزاف 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 ماشي غير كيضعف كيضعف كيحرق الدهون ولكن راه مزيان للصحه ديالنا انا غادي نجبد الفوائد ديالو غادي نتقاسمهم معكم طماطم شيري ها هي هذا البورو ها هو البويرو القرعه الحمراء شفتوا هذيك القرعه الحمراء ديك الطويله كتجي مرمله حلوه بحال العسل ها هي شفتوها كاينه القرعه المكوره وكاينه القرعه الحرشه وكاينه القرعه الطويله وكاينه القرعه الحمراء هذه القرعه الحمراء راه كدير هنايا دابا ولات كدير جوج اورو الوحده كانت شحال هذه شويه رخيصه ودابا عاد هذا واحد النوع ديال الطماطم هذا هو هذه البصله الحمراء هاي شفتوها هذه واحد النوع ديال المطيشه هذيك مطيشه هذيك الطويله اللي ولات عندنا حنايا في المغرب كنقول لها الروميه هي هذه دابا غادي ناخذ شويه ديال الخضره شو عنده ناخذ شويه ديال الخضره القزبر هذا ها هو وهذا اللي حداه هو بقى في هذا الصندوق شويه هذا البسباس لا خيزو 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 بقاو غير هذوك مع 4 ولا 5 ديال النقلات عرفتي ديك العرش ديالو من الفوق ملي كيكون نقله بحال البسباس هذا هو القزبر ما شاء الله المهم انا تقاسمت معكم كل شيء خوتي دابا غادي نمشي عنده نتقدى شويه شويه ها هو السيد اللي كيبيع عليه الزحام الناس ورقه سيدنا موسى حتى هي كيبيع العرش ديالها اللي هي ورقه الغار شفتوها ها هي هنايا هادو الشجر تفاح بعويذه هنا كيبيع دوك الزديات ديال التيوات اللي كيداروا في الارض هما كيبيع الازير اللي هو الكليل الجبل ليمون الحامض الشفرجل التفاح الرمان مخرج داكشي على برا حتى هوايا شفتوه هاو هادو غير ورد هذا البابوج اللي ما تعرفوش هانتوما هذا تا هوايا واحد الفواكه
والله ما كنعرف السميه ديالو، شحال مره كليته ما كنعرف السميه ديالو. ها هي العنب، يلا بالي لتحت ما وريتوش ليكم هادو الشجرات ديال العنب. شفتي العنب المسكي والعنب الكحل؟ ها هو شوفوا هذا النعناع، شفتوه؟ ها هو ما شاء الله حاطونا، عرفتوا شنو هي هذه؟ هذه اللويزه، اللويزه اللويزه، الله الله على ريحه كي دايره. هادو كلهم خاصين باتاي. انا هذيك ما كتعجبنيش، هذيك الاخرى ما كيعجبنيش المذاق ديالها في اتاي. كيخلطوا هنايا باش يكون يجي الحاجه تجي ملقمه. على والو خسرت 80 درهم اللي هي 1600 اللي هي 8 اورو. يا اختي يا اختي على والو خسرت كاع هادشي كله. الخضره اليوم اصدقائي هنا وصلت، ها انتم شوفوا الفول، 2 كيلو ديال الفول اورو الكيلو، ها اللي شريت من عند انطونيو اللي هو الخضار الخضار اللي كيبيع النقله، كيبيع داكشي ديال النقله وداكشي ديال الدروغري، ولكن كيبيع كلشي. ها انتم شوفوا واحد الفلفله قداش بيو، فلفله حمراء. ها انتم شوفوا القرعه، القرعه الخضراء، فلفله وحده، 2 قرعات، 2 كيلو ديال الفول، 2 فلفلات خضرات. انا عندي الخضره ملي شفت هادشي حماقيت عليه، كنحماق على البيو. 3 ديال الطماطم اللي هو بيو، 3 عاد الغزله بعدا دير عليها الملحه.